قبل 65 مليون سنة حكمت الديناصورات الأرض وسيطرت على كل فترة زمنية كانت فيها، حيث أصبحت ملوك المملكة الحيوانية. ثم فجأة تغير كل شيء، حيث جاء كويكب إلى الأرض وقضى على جميع الديناصورات، مما تسبب في انقراضها. ولكن ماذا لو كانت الأمور مختلفة؟ حان الوقت لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أكثر من 65 مليون سنة، لنشاهد مسار التطور الذي ستتخذه الديناصورات التي لا تزال تجوب الأرض. هل ستتغير حياتهم وتكيفهم مع البيئة الجديدة؟ وهل ستبقى بعض الديناصورات في أعلى قائمة الهرم الغذائي بما فيهم أنت؟ هنا قناة ماذا لو؟ وهذا ما سيحدث إذا لم تتوقف الديناصورات عن التطور. قبل أن نعيد تصور مسار التاريخ التطوري، دعنا نستكشف نوع سلسلة الأحداث الكارثية التي كان من الممكن أنها أدت لانقراض العديد من أنواع الديناصورات في المقام الأول. وبالعودة إلى ما يقرب من 66 مليون سنة مضت على كوكبنا، فإن العصر الطباشيري كان على وشك النهاية، ولكن ليس قبل أن يحدث انفجار كبير. ولكن ليس ذلك الذي يعرف بالانفجار العظيم أو بيج بانج. انطلق كويكب يدعى تشيكسولوب بقطر يبلغ حوالي 10 كيلومترات عبر الفضاء، مخترقاً غلافنا الجوي إلى وجهته النهائية حول شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك الحديثة. أطلق تأثير هذه القطعة العملاقة من صخور الفضاء كمية من الطاقة تعادل حوالي 100 تريليون طن من مادة TNT. وكان هذا الانفجار أقوى بمليارات المرات من القنابل الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. وفي أعقاب ذلك مباشرة، أدى ذلك إلى حدوث أمواج تسونامي ضخمة وحرائق واسعة النطاق ملأت الغلاف الجوي بالكثير من الحطام، لدرجة أنها حجبت حرارة الشمس وتعطلت سلاسل الغذاء وهبطت درجات الحرارة. نتيجة لذلك اختفت 75% من أشكال الحياة على الأرض. ولحسن الحظ، في السيناريو الخاص بنا لن يعرفوا أبداً ما الذي لم يصيبهم. حسناً، عندما ننظر إلى التاريخ التطوري للحياة على الأرض، من المهم أن تتذكر أن الحياة كانت دائماً عبارة عن لعبة للبقاء أحياء، والأنواع الأكثر لياقة فقط هي التي تبقى على قيد الحياة. وهذا يعني أنه من بين جميع أنواع الديناصورات التي كانت موجودة على الإطلاق، لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة لملايين السنين من الانتقاء الطبيعي لتبقى موجودة حتى اليوم. ولكن دعونا نرى ما إذا كان اثنان من أشهر أصدقائنا في عصور ما قبل التاريخ سينجحون في تجاوز ذلك من خلال هذا التحدي الوراثي. بدءاً من أعلى السلسلة الغذائية، كان أحد أعظم الحيوانات المفترسة على الإطلاق، وهو تيرانوسور ريكس، الديناصور الطاغية ملك السحالي أو تيريكس. فمنذ ملايين السنين كان من الممكن أن تيريكس استخدم بعضاً من حواسه المتطورة للغاية لاصطياد الفرائس، التي من المحتمل أن تكون قد تملكتها مجموعة من الرؤى المشابهة للصقور والنسور أو أفضل منها. يشير العلم إلى أنه طوال فترة تطور التيريكس تحسنت أبصارهم، حيث أصبحت بنية وجوههم أضيق وأصبحت أعينهم أكبر. وبعد ملايين السنين من التطور، قد تكون رؤيتهم كذلك قد تحسنت إلى مستويات لا يمكن فهمها. فبدلاً من اكتشاف الفريسة على بعد مئات الأمتار، كان بإمكانهم رؤية وجبتهم التالية على بعد عدة كيلومترات. ولكن ماذا عن الأجزاء الأخرى من أجسادهم؟ بالإضافة إلى أذرعهم الصغيرة الملاحظة بشكل جيد، كان تيريكس شخصية شاهقة يقف على بعد أقل من 4 أمتار. وعبر الوقت، ربما يكون الانتقاء الطبيعي قد فضل تيريكس ذات الأذرع الأطول والأكثر قوة عضلياً، حيث ربما تكون الآن قد طورت لياقتها الحركية ونطاق تنقل أفضل لتصبح مفترسات هائلة الحجم. ولن تكون تيريكس
الحيوانات المفترسة الوحيدة التي ربما أصبحت أكثر هيمنة وسطوة مع مرور الوقت. فقد اشتهرت الفيلاسيرابتور أو الرابتور بسرعتها وخفة حركتها وتقنيات الصيد لديها، وكانت ذكية للغاية، وربما لم تكن شخصيات لامعة كما كانت تبدو في أفلام مثل جوراسيك بارك، لكن من المؤكد أنها كانت تتميز عن بعض الفرائس الغبية آكلة العشب. ومع ملايين السنين الأخرى من عملية التطور، طورت هذه المخلوقات تقنيات صيد متقدمة للغاية. كما تعلم، هناك شيء آخر لا تظهره لك هوليوود، وهو أن الأدلة تشير إلى أن هذه الطيور الجارحة أو الرابتورز كانت على الأرجح مغطاة بالريش، وأن مسارها التطوري يرتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بظهور الطيور. تخيل أنه بمرور الوقت أن هذه الحيوانات المفترسة المشاكسة تتطور لتمتلك أجنحة ويمكنها اصطياد فريسة عاجزة مثل البشر من السماء. حسناً، من المرجح أن تكون حيواناتك الأليفة هي التي يجب أن تقلق بشأنها. كانت الفيلاسيرابتور ديناصورات أصغر حجماً بوزن 45 كيلوغراماً فقط وأقل من مترين طولاً. الآن فيما يتعلق بالديناصورات التي سيطرت بالفعل على السماء، كانت ستستمر مهارات الملاحة لدى ديناصور تيروداكتيلوس أيضاً في التطور والتحسن. وبحلول الوقت الذي انقرضت فيه، كانت هذه المخلوقات من أكبر الحيوانات الطائرة المعروفة، بطول أجنحة تتراوح بين 2 إلى 11 مترا. وإذا استمرت في التكيف مع الغلاف الجوي المتغير لكوكبنا والتحولات الجغرافية جيداً، فمن يقول إن هذه الزواحف الطائرة العملاقة لم تكن لتستمر في النمو؟ والآن تخيل يوماً في حديقة تدمرت بسبب زيارة مفاجئة لواحد أو أكثر من هذه الزواحف المجنحة بحجم مبنى صغير. نعم، هذا شيء يستحق أن تقلق بشأنه. ليس كل الديناصورات قد تطورت لتصبح أكبر حجماً وسيئة السمعة. حسناً، ربما كان من الممكن أن تستمر العمالقة اللطفاء مثل البرونتوسور أو عظاءة الرعد في النمو في الحجم، ولكن ربما قد طوروا ميزات أخرى لجعلهم أقل عرضة للحيوانات المفترسة. على سبيل المثال، جلدهم. قد يكون الانتقاء الطبيعي لبشرتهم قد فضل أولئك الذين لديهم طبقات خارجية أكثر سمكاً، والتي يمكن أن تصمد أمام العضات القوية لمخلوقات مثل تيريكس. مثل المخلوقات الأخرى، هناك الكثير من التغيرات البيئية الهائلة بين حقبهم الزمنية وزمننا الحاضر. كانت البرونتوسور من الحيوانات العاشبة، وبما أن الأنواع النباتية خضعت لعملية تطور خاصة بها، حسناً، فمن المحتمل أن تكون هذه الديناصورات قد طورت نظاماً هضمياً أكثر تعقيداً مشابهاً لتلك الموجودة في الثدييات. وهنا تطفو على السطح معضلة أخرى مثيرة للاهتمام. فإذا لم تنقرض هذه المخلوقات أبداً واستمرت في التطور دون انقطاع بواسطة صخرة فضائية مزعجة، فهل ستكون الثدييات مثلك موجودة هنا اليوم؟ نعم، عاش أسلافنا البشريون الأوائل بين مخلوقات مثل الماموث والنمور ذات الأسنان السيفية. ولكن الآن، بعد أن نضيف كل هذه الأنواع الأخرى، فقط المخلوقات الأنسب هي التي ستبقى على قيد الحياة. وفي هذه الحالة، كان من الممكن أن يتخذ التطور البشري مساراً مختلفاً تماماً، كما أنه من المحتمل أن يفضل الانتقاء الطبيعي الجينات التي من شأنها أن تجعلنا أصغر حجماً وأسرع لتجنب التعرض للأكل. ومع احتمال أننا سنعيش بين الأنواع الأخرى شديدة الذكاء مثل الطيور الجارحة رابتورز، فقد تكون بنيتنا الاجتماعية مختلفة تماماً أيضاً. وبدلاً من كوننا الأنواع الأكثر هيمنة على الكوكب، هناك فرصة قوية لأن نضطر إلى التنافس مع هذه الحيوانات المفترسة الخطرة الأخرى. وإذا تعرضنا للهجوم في أي لحظة من قبل مجموعة من ديناصورات تيريكس الشريرة، هل كنا سنستقر في مكان واحد؟ وبدلاً من أن تتطور الحضارة الإنسانية في مجتمعات عظيمة، ربما كنا سننجو فقط كمجموعة صيادين رحالة منعزلين. التطور هو لغز غامض
لا يعرف إجاباته إلا الزمن. وإذا عكسنا مسار حدث واحد مثل تصادم الكويكب تشيكسولوب، فلا يوجد أساساً حد لمدى اختلاف عالمك عما هو عليه اليوم، مما يجعلني أتساءل ماذا سيحدث إذا ضرب كويكب بنفس حجم الكوكب السابق أو أكبر؟ ماذا إذا ضرب الأرض اليوم؟ حسناً، هذه قصة أخرى في قناتنا ماذا لو؟ شكراً على المشاهدة، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس.